مرحبا بك. اهلا وسهلا. انا اجيت وارجع ما عندك كرياتي. عشرة هاي. هذا اللي يهمني. هاي 100,000 وأنا جمال محمد من قناة السومرية. يا أهلا وسهلا بك. وبك أكثر. أعطيتني 10,000. إن شاء الله. ومن قلب ولسان والله. من؟ من قلب ولسان. أبو منو حضرتك؟ أنا أبو مرتضى. أبو مرتضى؟ إيه. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم. تشتغل شنو تشتغل؟ والله اني قاعد وهاي 10,000 جات عندي رعايه قبضتها وكانت بس هي هاي ودويلتي. ما رعايه وقبضتها؟ اي والله. شلون واحد يوم ينطي ملكيته كلها؟ الرزق على الله. اول شيء 100 لك يا عم رزق ابويك وهاي العشره اللي انطيتني اياها. شلون طيف ملكيتك اليوم اللي عندك كلها؟ ربك يسهل. يعني واحد قد ما يطي الله سبحانه وتعالى يتزله. صح، بس انت من طلبت من عندك راح جبت لي 10,000 وانت ما متردد. لا ما متردد والله. ليش؟ ما متردد. لو اي واحد يساعد باللي عنده يساعد جزء من المبلغ اللي عنده. بس ما يساعد من المبلغ الكل اللي عنده بالبيت عنده 10,000 يساعد بيه؟ تسهيل من ربك. والله تسهيل من ربك. ليش ما تشتغل زين عمو انت؟ والله عمو انا ما اقدر. انا عندي فتوك وما اقدر اشتغل. والله. صاحب عندك كم طفل؟ عندي 4 جهال. 4 الله يخليهم. الله يهديك. اكو عندك يشتغلون بيهم؟ لا طلاب مدارس. ايوه. زينين بدراستهم؟ واحد بالثاني متوسط واحد بالخامس اعدادي. الله يخليهم لك. الله يرضيك. وزين هاي شلون مقضيها انت؟ شلون مدبر عيشتك؟ مصاريف المدارس؟ بيتك ايجار؟ لا والله قاعد تجاوز. تجاوز؟ اي والله. هلا هلا الله. شلون عايشين؟ عايشين الحمد لله والشكر. عايشين. اهل الرحمه وايد. اكو ناس يساعدوك عمي؟ اكيد. اكيد. انت ما تقدر تشتغل نهائيا؟ لا والله ما اقدر. اي شغله اكو مرات يعني اكو شغل بسيط ما تقدر تشتغله؟ يعني لا اقدر عليه لان انا ما اقدر اظل واقف هواي. وقفه ما اقدر اظل واقف هواي. هذا الفتق عندك في الوطن واضح. هذا صار 3 مرات اسوي ويقطع لي. وليش ما سويته اخر شيء بعد ما يصير؟ ما عندي امكانيه. والله ما عندي امكانيه اسوي. الله يكون بعونك. أشكرك. ربي رزقك على هالنفسية هاي طيبة. أنا هنيك على هالشطارة والشجاعة اللي عندك. وأشكرك جزيل الشكر على موقفك. موقفك والأروع من عندك. طبيت وبادرت بملكيتك كلها جبت لي إياها وساعدتني بيها. رحم الله والديك. رحم الله والديك. وأنا نشكر قناة السومرية على هذا العمل الخير. أحنا نشكرك عمو. أحنا نشكرك. نشكر موقفك. والله والديك. واكيد انه انت احنا هي هذا يكون مثل شلون يقول التجربه انه انا جهد اطلب عندك مساعده انت من وافقت مساعدتي اكيد انه انت تساعد هواي على غيرك. الحمد لله واشكر. ربك يعلم. ما ترد عمو محتاج؟ شلون؟ ما ترد واحد محتاج اذا عندك؟ ان شاء الله بقدر علي اسوي ان شاء الله. ان شاء الله ربي رزقك. الله والديك. ابو مرتضى. ابو مرتضى. ربي رزقك ويطول بعمرك وينطيك الصحة والعافية. رحم الله والديك. ما تشوف شر ان شاء الله عمو. رحم الله والديك. انا اسفة اخذت من وقتك وتعبتك خليك تروح وتجي. بالعكس لا. انا اسفة من عندك. رحم الله والديك. شكرا جزيلا لك على موقفك هذا الشهم. شكرا عمو حبيبي. مع السلامة. مع السلامة. الله يرحمك.